لما بكون عايزة أعمل أظبط الصور بتاعتي في كولر معين، إنها مثلا ما تكونش من الكاميرا اللي بتصور من الميكروسكوب، يبقى عندي مثلا في حاجات البرايت بتاعها عالي، في برايت بيبقى قليل. فلما تيجي مثلا لو أنت عايز تحط كومبير ديفرنت بوينتس، مثلا حاطين من تريتمنت او ديفرنت كونسنتريشن، كل مره بتلاقي مثلا ايه في لون مختلف. فعشان تظبط الكلام ده كله وتحط السكيل بار، بنروح نستعمل سوفت وير اسمه الايمج جي. الايمج جي ده بتروح تنزله بسهوله جدا من على النت. بتروح على جوجل وتكتب ايمج جي سوفت وير داونلود، اول نتيجه تطلع معاك اللي هي ايه ايمج جي داونلود، وتضغط عليها. بيقول لك مثلا لو انت شوف السيستم اللي عندك ايه، البلاتفورم اللي عندك ايه، اذا كان ماك مثلا او ويندوز او الواتيفر اللي عندك، تمام. بتضغط عليها وتمشي بخطوات التسطيب. طيب بعد ما انا انزله بضغط على بفتح البرنامج واروح اعمل اوبن، ومن الاوبن ايه ممكن اختار الصوره ماشي من هنا، او دايركت على طول انا ممكن امسك الصوره اللي انا عايزها من دهم من، تمام، واروح ايه واروح اسحبها ادخلها في السوفت وير. مثلا لو انا عايزه مثلا اول صوره مثلا دي، هسحبها بس كده هو واحطها على السوفت وير، تظهر لي كلمه موف، تمام، هيقوم فاتح لي الايه الصوره. اول خطوه هعملها ان انا لازم اضغط على الطيب من من اول ايمج بتاعت الايمج، من الطيب اضغط على 8 بت، من ال 8 بت بعد كده بضغط على ادجاست، ومن الادجاست بعمل ايه برايتنس وكونتراست، وهم قايل له ايه اوتو، تمام. هيوضح لي الخلايا اللي موجوده عندي هتبقى بكلر معين. الديجري دي هتبقى ثابته في كل الصور اللي هتيجي بعد كده. طيب لو انا حفظت بالمنظر ده ورحت عملت فايل وسيف از اتف مثلا، هاجي افتحها الاقيها باللون القديم. عشان تفضل باللون اللي انا عاملاه الجديد لازم اعمل ايمج تاني احولها من ال 8 بت مين ل 8 اللي هو الار جي بي كلر. تاني هرجع تاني الايمج قبل ما احفظ، هضغط على ايمج من الطيب احولها من ال 8 بت للار جي بي كلر، تمام. طيب هنحتاج ان احنا نضيف اللي هو مين السكيل بار. السكيل بار ده عشان تعمله هتروح تضغط على مين، على انلايز اللي هي اول التاب بتاعت انلايز، وتنزل على حاجه اسمها ايه سيت سكيل. يعني بتعمل له سيتنج الاول وبعد كده بتضيف. طب انا هعمل له سيتنج ازاي؟ سيت سكيل بضغط عليه. الديستانس اللي انت عارفها في البيكسلز كام، احنا مظبطين الميكروسكوب ده البارامترز بتاعته يعني بيكسلز 101. الديستانس اللي انت عايز تحطها 100 مايكرومتر. اليونت بتاعتك هتعمل بس اليو ام، هتظهر لك بالايه بالمايكرومتر على الصوره تحت هنا. فطبعا الكلام ده كله انا هعمله في اكتر من صوره، فانا هقول له ايه جلوبال، وان هي ايه جلوبال يعني ايه اي صوره هفتحها في نفس السيشن ده هيضاف عليها نفس السكيل بار بنفس البيكسلز بنفس الديستانس بنفس اليونت، تمام. وهضغط ايه اوكي، ما ظهر ليش اي حاجه هنا. طيب هتظهر امتى؟ لما انا اعمل انلايز، تمام، ومن التولز، ومن التولز هم قايل له ايه بقى سكيل بار. من السكيل بار بيقول لي بقى انت عايزها كام في المايكروميتر، انا بقول له كام 100 ماشي. هنا بقى الهايت بتاع اللاين ده انت عايزه مثلا 8 بيكسلز، عايز الفونت سايز 28، عايزه وايت ولا عايزه دارك ولا بلاك، ولا عايزه جرين عايزه بلو، ده تغييرات عايزه في اللور رايت ولا مثلا الليفت رايت البوتوم ليفت، ولا عايز اللي هو البوزيشن بتاعه ايه، عايزه ابر عايزه في الميدل اللي انت او السليكشن بوينت تقف بالماوس وهو يحط لك مطرح ما انت عايزه، تمام. هضغط اوكي كده يبقى انا عندي الصوره وظبطت اللون بتاعها، ظبطت الايه المايكروميتر بتاعها، تمام. بعد كده بقى المفروض ان انت تحفظ مين سيف از اتف، ومن التف تقوم ايه طبعا تحفظ هنا باسم تاني مش نفس الصوره، مش بنفس اسم الصوره، باسم تاني، وتضغط عليها اللي هي ان انت حولتها لايه بت عشان تبقى كومبير وعارف ان الصوره دي اللي انت عدلتها، تمام، وتعمل سيف. ماشي يا شباب، نروح نبص على صوره تانية. خلاص دي الصوره هي ظهرت لي في الفولدر، نروح نشوف مثلا صوره تانية ماشي، ونشوف هتبقى عامله ازاي. وليكن احنا خدنا اللي هي مثلا
تمسو ممكن ناخد مثلا الايه اللي بس مثلا ماشي، دي صورتها بعد 24 ساعة. فطبعا لو انتوا شايفين هنا، شوف الدرج اللون عامل ازاي، واللي هي اللي احنا ظبطناها عامل ازاي. هنبقى برد التاني، هنروح هنا ونعمل نفس الخطوات واعمل له ايه adjust brightness و contrast، وبعد كده اقوم اعمل له ايه اوفر. تمام، لو انت هتيجي تبص هتلاقوا الدرجة ايه قربت من بعض. طيب انا دلوقتي عايز اضيف برد في السكيل بار، ماشي، من analyze تاني واعمل ايه، مش هضغط set scale بقى، لا انا على طول هروح اعمل ايه tools واعمل ايه سكيل بار اللي هو المية وظهر لي تحت اهو. تمام، يبقى كده اتطبق على مين؟ على كل الصور. قبل ما تحفظ ما تنساش ان انت تعمل ايه، تغير التايب لمين، ايه ار جي بي كلر، وتروح تعمل ايه سيف از برضو، ماشي از اتاك، وتعمل نفس الحكاية ان انت هتعمل ايه فيت. تمام، شايفين باصين في الفولدر الاثنين بقوا نفس الايه الديجري اوف كلر اهو. خلاص طيب هنتقابل بقى نشوف ازاي نحطها في صورة فاينل كده للبابليكيشن.